هذا يقول أنه شديد الغيرة وأنه يخاف على زوجته في الطواف والسعي من المزاحمة. المزاحمة التي غير مقصودة ما تضر، مزاحمة غير المقصودة ما تضر، أما المزاحمة المقصودة هذه لا تجوز لا في الطواف ولا في السعي ولا في أي مكان. أما اللي يطوف يسعى ويحصل مزاحمة غير مقصودة هذا لا يضر إن شاء الله، ولا يكون فيك شدة إلى هالحد هذا، لأنه يقول أباخذ عربية وأسعى وأطوف بزوجتي بعربية خوفا عليها من الزحام، هذا تكلف ما هو بلازم. أنت حافظ، هي تحافظ على تجنب الزحام، فإذا حصل زحام بدون قصد، إذا حصل زحام بدون قصد فلا حرج في ذلك إن شاء الله.